يقول انا اشهد ان البل هي المال يا عمر، والله يا لولا حلاها معه مر، ما كان تعرض بين شاري وبايع، ظهورها تركب وزاد اهلها در، يعظهم تلبشته والصفاي. الثور هذا لها اسرار ولف فوائد، اول فائده انه يحفظ البل من البرد، الفائده الثانيه انه يحفظ البل من المنافسين. البل في الموقع هذا لازم يحفظ علاها وشد، قد يكون المنافس كيجي يشوف البل يروح يقوي نفسه علىك، لكن الميدان على ما قالوا يا حميدان احفظها لين تجي في الميدان وربك يسرها. ايه يا مال العافيه مال العافيه، هذه شعوف البل نعتني فيها ونحفظها بالجله، هذا الجلال نحفظها على اساس انها تحافظ على جلات الناقه وتحافظ على شعوف شعفت الناقه ما تنغمل ولا يجيها لا تاكل هالبل الثاني. احيانا بعض البل تكون تنتفخ وبر ولا شيء، لكن هذا الجلال يحافظ عليها ويدفيها فشته. اي تاكلين يديها، شوف شوف من شوف من محبتها، شوفوا البل في احد ما يحبها، حبي لها لا نهايه له. الأكيد إن اللي أوصوك هالحين عيالك في أغراض قالوا الليلة ترى ما عندنا شيء في على عندنا نقص في مطبخنا ولا كذا، وياها ما عندها عشاء والمبلغ اللي معك بسيط، تبي تروح تعشيها وتخلي عيالك من محبتها عندك. البل لها محبة لا توصف، ولا ترضى عليها أنها تمسي جعانة وأنت شبعان، هذا شيء من المستحيلات، لابد أنها تشبع قبل أن لا تشبع على أساس أنك ترتاح نفسيا. البل تعرف راعيها وتفهم راعيها، اذا دخلت في التور هالحين جتني الان كلها، هذه اللي تجيني من يمين واللي تجيني من يسار، لكن لو دخل عليها غيري ما جت ولا وقفت عليها، شفتها تهرب عن يمين ويسار. هالحين الابل اذا كان راعيها دائما يجيها، اذا كان راعيها دائما مرتبط بها، ساعه غيابه تفقده هي نفسها، تلقاها تحان وتدور راعيها في وقت مجيه. من ضمنها كانت الونقة أباعر سعود بن ثنيان يوم توفى قبل فترة، كانت حزينة وتحان تدور الوقت اللي هو يجي فيه، وحصل فيها من القصايد يمكن أنكم سمعتوا فيها. فالإبل إذا فقدت صاحبها حزنت مثل ما حزن الرجال على أخوه. كان أبوي يقول مدينا عليها من إجباله في ماسطة نجد وحملناها من القطيف كرانة في للرياض حوالي 3 شهور أو 4 شهور، وعقبها حملناها تيل وجبناها، وضاع البعض الجماعة يقول فالحساء بعير، وجاء الآن وصل إلى جباله في جنب نفي في ماسطة نجد بعد شهرين أو شهرين ونص، وهو موجود في على المشرب اللي هو يشرب منه. البل طال عمرك كانت موجودة عند الوالد قبل، ومن يوم قمنا وحنا مع البل وصار تشجيعنا فيها يزود، يعني محبتنا لها تزود، لأن مثل اللي موالدينها عززنا ووفرنا جمعنا كثرنا. يعني كان ولا قبل كان الحلال قليل، لكن الحين الحمد لله والشكر لله الحلال كثر وتزايد وشرينا هالأعداد الحين يمكن أكثر من 100 ناقة موجودة عندي أنا الحالي شخصيا، وغيري الاخوان اللي كان الحلال كل واحد الان كلن عندهم من 100 الى 150 الحمد لله، الحلال يعني في تزايد ولله الحمد.